التجربة محتاجة لشخص يبدأ، فنحن الحمد لله قدرنا نحصل هالشخص اللي هو راكان، اللي وجه له تحية. قرر أنه يبدأ، أنه يوصل على الأقل فيلم إماراتي مهما كانت النتائج، سواء كانت إيجابية أو سلبية، على الأقل هو يفتح باب حق غيره عشان أنه يدخل هالمجال، ونقدر أن نحن نسوي شيء جديد. الناس تشوف مسلسلات، تشوف دراما، بس يمكن مو بالكل يتقبلها، لأن في النهاية شو ينعرض؟ يمكن 40 مسلسل دراما، لكن فيلم واحد اثنين في آخر 10 سنوات، 3 4 وايد شوي، يعني على الإمارات، على إنجازات الإمارات، على الشغل نحن نسوي وايد شوي. بالراحة بالراحة يا باشا، هاي راحة كورة ما تشتاق فيها، مش عارف شو في الجد شيء كمان. هاي ما بصور، ما حد صور غيرك. رفجة لو عندي بنت زوجتك. بخصوص الدعم الإنتاجي للفيلم، أنا أشوف أن كل اللي اشتغل في العمل هذا، يعني طبعا أكيد الفريق العمل اشتغلوا صح، لكن من ناحية الإنتاج أنا أتمنى أن هالمسلسل يوصل مسج لكل المنتجين ولكل الناس اللي في الإمارات، أن الأفلام الإماراتية تستاهل الدعم، تستاهل حد يوقف معها. بخصوص أعمالي السابقة كانت دراما، والدراما لها جو مختلف، والسينما لها جو مختلف. السينما لازم، أنا طبعا مش أستاذ أثبت أني أتكلم في هالشيء، لكن لها نفس واحد ونظرة واحدة وشغلة متعبة جدا. طبعا الكوميديا تحتاج لشخص صادق ما يتصنع في الضحكة، في الابتسامة، في الروح، فهني كانت الصعوبة. فأنا أتمنى كل شخص يوم بيدخل هالفيلم يحس مصداقية الأشخاص بالرسالة هذه وبالابتسامة، لأنها طالعة من القلب. فعشان تين لما بتدخل بتضحك، مو بلأن شخص يحاول أن يضحكك، الشخص أصلا يالس يضحك ويباك تضحك. هالفرق الكبير اللي بين الدراما والكوميديا. فأنا بالعكس أتمنى أني دائما أشتغل كوميديا، أحب أفرح. فتشني عليهم أرجوك، أرجوك فيني نار، فتشني. ليش ما تفتشني أنت؟ ليش؟ بابا شوفي، أنا لما كنت في سنك كنت لما أمشي في الحارة كل البنات اللي في الحارة يقعدوا يتكلموا عني ويشاروا. أنت مين؟ أنا عفريت التطبيق غور. ردة فعل الجمهور كانت جدا جميلة، لدرجة أن الناس دائما تعتقد أنها إذا دخلت أفلام هندية وأفلام هوليوود ما راح تلقى مكان تجلس فيه، لكن أنا تفاجأت أن الفيلم الإماراتي بعد ما في مكان أنت تجلس فيه، بعد يستحق أن أنت تتعب عشانه وتتعنى عشانه ولا جوة. يعني أنا بخصوص أعمالي السابقة يمكن تكون أعمال جدا بسيطة، اشتغلت مسلسل اسمه دكة الفريج ولله الحمد سوى ضجة كبيرة في الإمارات. بعدها اشتغلت قبل الأوان، كان على سمة دبي وعلى تلفزيون دبي، وافتخر أني اشتغلت مع هالقناة اللي دايما يعني تهتم في الموهوبين، والحمد لله بعد المسلسل سوى شغل محترم. وعندي مسلسل حق رمضان القادم اسمه غمز الباروت، وطبعا في السينما اشتغلنا نحن هالعمل، وفي أعمال قادمة، في عمل قادم إن شاء الله جدا راح يكسر الدنيا. بخصوص تكاليف العمل والطاقة الإنتاجية، طبعا كان في خطة أنه يحطم الرقم كأعلى فيلم إماراتي تمت مشاهدته، ولكن السر المخفي اللي كان عند المخرج وعند الأشخاص اللي اشتغلوا على العمل أنهم يحطمون أكثر فيلم عربي نعرض في السينما في الإمارات. والحمد لله بعد النتائج اللي نحن ياسين نشوفها، يمكن يكون طموحنا أن نحن نكسر أكثر رقم أجنبي. هي صعبة وايد، لكن إن شاء الله. السيارة الفورد كلاسيك باتجاه الكاسر. ارفع ايدك فوق انت اهو، ارمي ايدك، دور على الشيخ. حرام عليك. وليش رايح بس مكانك؟ بس حرام عليك. وسع وشوية للبيت. انتهت جولتنا الثقافية لهذا الأسبوع، بنشوفكم في نفس الموعد يوم الأثنين القادم. أبعاد ثقافية هو إشراف ثقافي من ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وللمزيد من المعلومات عن ندوة الثقافة والعلوم يرجى زيارة الموقع www.nadwa.org. مع السلامة.